السلام عليكم واهلا بكم في الحلقه العاشره من انجليش تيك اواي. كالعاده عندنا ثلاث فقرات: word, phrase, grammar rule، كلمه وجمله وقاعده بسيطه كده في اللغه الانجليزيه. فخلينا نبدا على طول بالword بتاعت النهارده وهي eventually. eventually eventually معناها في النهايه او في نهايه المطاف، ودي كلمة متعددة الاستخدامات. ممكن تكتبها في paragraph مثلا تلخص فيه وفي النهاية أو في نهاية المطاف، بتحكي قصة فبتقول eventually أو في النهاية أو في نهاية المطاف، بتكتب email مثلا برضو eventually، وتتكلم مع حد conversation عادي eventually. فكلمة لا غنى عنها eventually. ونقول شوية أمثلة علشان برضو إيه نوضح الاستخدامات أكتر. فأول مثال معنا: keep searching and you'll find your passion eventually. keep searching and you'll find your passion eventually. يعني بقول له دور، استمر في البحث، خليك مكمل في انك تدور، وفي النهايه هتلاقي الباشن بتاعك او الشغف بتاعك. اوكي، keep searching and you'll find your passion eventually. مثال اخر: after a long search they eventually found the missing ring. after a long search they eventually found the missing ring. يعني بقول لك بعد بحث طويل جدا لقوا في النهايه الخاتم الضايع. after a long search they eventually found the missing ring. مثال كمان: eventually my curiosity overcame my fear. eventually my curiosity overcame my fear. دي معناها وفي النهاية فضولي غلب خوفي. دي بقى ممكن تستخدمها وانت بتحكي قصة كده او رواية فيها سنة رعب. يعني انت مثلا مأجر شقة جديد والنور قطع ولقيت خروشة في المطبخ او في اي اوضة، فانت خفت، ولكن فضولك انك تعرف ايه الخروشة دي او جاية منين خلاك تروح وتشوف الخروشه دي جايه من ايه، ولقيت فار مثلا او حاجه زي كده. ف eventually my curiosity overcame my fear. في النهايه او في نهايه المطاف فضولي غلب خوفي. مثال اخر: where they burn books they will eventually burn people. where they burn books they will eventually burn people. يعني بقول لك اينما تحرق الكتب في النهايه سوف يحرق الناس. وهي مش قصده بيها يعني هنا المعنى اللفظ الحرق الكتب او الفعل حرق الكتب، لا، هو معنى اي حاجه فيها ايه حد للمعرفه او معاداه للعلم او التعليم او الكلام ده كله. لان شخص متعلم هيعطلك معاك لما تيجي تطغى عليه، انما لو شخص جاهل قشطه يعني ممكن تطغى عليه عادي جدا، مش هيبقى عنده ايه العلم او المعرفه، قدرته في المقاومه هتبقى اقل بكتير من الشخص اللي عارف حقوقه وواجباته والكلام الجميل ده. ف where they burn books they will eventually burn people. وعشان ما نقفلش الفقرة دي بحرق وكتب وناس والكلام ده كله، خد المثال ده: they eventually got married and lived happily ever after. they eventually got married and lived happily ever after. دي بقى في حكاوي ألف ليلة وليلة سندريلا والكلام ده كله، لكن في نهاية المطاف اتجوزهم وعاشهم في سعادة إلى الأبد. they eventually got married and lived happily ever after. اوكي، فدي كانت eventually اللي ممكن تستخدمها بكثره جدا، لا غنى عنها الصراحه كلمه eventually، انك تكون عارفها وعارف استخداماتها. وبكده نكون خلصنا الفقره دي، خلينا نروح للفقره اللي بعد كده. ووصلنا للفقره الثانيه معانا اللي هي فقره الفريز او الجمله. الجمله بتاعت النهارده هي jump to conclusions. jump to conclusions، ودي معناها انك تتسرع في الاستنتاج من غير ما يكون في حقائق او دلائل كافيه. يعني مثلا انك تتهم حد من غير ما يكون في دلائل كافيه. فنقول شوية أمثلة وإن شاء الله توضح لنا استخدام jump to conclusions. أول مثال معانا: the investigation is not finished so let's not jump to conclusions. the investigation is not finished so let's not jump to conclusions. يعني بيقولوا إن التحقيق ما خلصش، فما تخليناش نتسرع في الاستنتاج أو نتسرع في الحكم على حد يعني. ف jump to conclusions معناها إنك تتسرع في إصدار الأحكام أو تتسرع في الوصول للاستنتاجات. المثال الثاني وده بيوضح الفكرة قوي أو استخدام jump to conclusions بشكل كبير جدا، بيقول: when they saw the cheap clothes he was wearing, they jumped to conclusions and thought he was poor. when they saw the cheap clothes he was wearing, they jumped to conclusions and thought he was poor. معناه ان هما لما شافوا الهدوم الرخيصة اللي هو لابسها تسرعوا في الاستنتاج وفكروا ان هو فقير. يعني عشان هو لابس هدوم رخيصة يبقى تسرعوا في الاستنتاج او تسرعوا في الحكم عليه وفكروا ان هو فقير. when they saw the cheap clothes he was wearing they jumped to conclusions and thought he was poor. واخر مثال معانا علشان ما نطولش عليك اكتر من كده: wait till we get the report do not jump to conclusions. wait till we get the report
do not jump to conclusions. برضو في حاجة معينة لها تقرير، فإحنا قبل ما يجي التقرير ده قعدنا بقى نجمب to conclusions أو نتسرع في إصدار الاستنتاجات أو نتسرع في إصدار الأحكام. فراجل محترم كده بيقول استنوا يا جماعة على ما الريبورت يجي أو على ما التقرير يجي، ما تخليناش نتسرع في الاستنتاجات أو ما تخليناش نتسرع في إصدار الأحكام. Wait till we get the report, do not jump to conclusions. فدي كانت جملة النهاردة jump to conclusions، ممكن تستخدمها كتير جدا جدا. اي حد بيتسرع في الحكم على حد او في اصدار الاحكام او بيتسرع في الاتهام، فبتقول له do not jump to conclusions، ما تنطش كده على طول الاستنتاجات، لازم يكون في حقيقة الاول بناء عليها بتوصل للاستنتاج ده. اوكي، وصلنا الفكرة الثالثة معنا اللي هي فكرة ال grammar rule. القاعدة بتاعت النهاردة هي if I were I would. if من الحاجات اللي عاملة كده زي البعبع، الناس بيستخدموها في الدعاية للكورسات او للسنترز بتاعت اللغة، يعني ان هو بيقول بص احنا مش هنتعرض لإف ولا الحالات إف، وحد فاكر اصلا ان حالات إف والكلام الفارغ ده احنا هنيجي واخد بالك، بيخليه يتجنب خالص ان ويفهمه ان دي حاجة مؤلمة، ان يتعلم حالات إف دي حاجة صعبة جدا او حاجة ما تفهمش خالص، وده غلط تماما. حالات إف من ألذ الحاجات ومن أسهل الحاجات في اللغة على فكرة، بس انت تفهمها. الفرق بس في ان انت لو فهمت الحاجة هي سهلة بالنسبة لك، انما ما دمت ان انت بعيد عنها وما حاولتش فهي تنها صعبة. anyway هنتكلم النهاردة عن الحالة التانية بس اللي هي حالة النصح، لما تيجي تنصح حد تقول له if I were you I would، لو انا مكانك كنت هعمل كذا. اوكي، ف if I were you ده اول جزء ثابت في النصح، I would زائد المصدر بتاع الفعل. شوية امثلة يوضحوا لنا الموضوع بكل بساطة. if I were you I would study hard. If I were you I would study hard، يعني لو أنا مكانك كنت هذاكر أحسن أو كنت هذاكر أكتر. If I were you I would دي كلها على بعضها كده ثابتة، يعني ما تتغيرش. If I were you I would زائد الفعل، أنت بس بتجيب الفعل اللي أنت عايز تعبر عنه. If I were you I would study hard، إحنا جبنا بس study hard، إنما كل الكلام اللي فات ده ثابت. شفت حالة إف سهلة إزاي؟ مثال آخر. If I were you I would buy the red t-shirt. If I were you I would buy the red t-shirt، لو انا مكانك كنت هشتري التيشيرت الاحمر ده. لو انت مثلا انت وصاحبك في محل ملابس ولا حاجة، فهو محتار يجيب التيشيرت الاحمر ولا التيشيرت الازرق، فانت بتقول له لو انا مكانك هجيب التيشيرت الاحمر ده، فانت بتنصحه دلوقتي او بتديله نصيحة يعني كده في هيئة حالة if. If I were you I would buy the red t-shirt. ومثال اخير if I were you I wouldn't do that. If I were you I wouldn't do that. ايه يا عم ده في ايه wouldn't دي؟ ما هو wouldn't اللي هو النفي بتاع would، بدل ما تقول له لو انا مكانك كنت هعمل كذا بتقول له لو انا مكانك مش هعمل كذا. if I were you I wouldn't do that. اوكي، فدي الحالة التانية من if. لو انت عايز تعرف او تتعرف على الحالات بشكل كامل هتلاقي لينك، عاملين فيديو كده بنتكلم عنها بشكل اكثر تفصيلا واكثر في الامثلة والكلام ده كله، هتلاقي لينك في الديسكريبشن تحت الفيديو او في اول كومنت. فلو هتنصح حد if I were you I would وتجيب الحاجة اللي بعدها، و if I were you I wouldn't وبعدين تجيب الفعل. فبكل بساطة دي حالة من حالات اف اللي هي بتستخدم في النصح. اوكي، ووصلنا لفكرة الكوت بتاع النهاردة، والاقتباس بتاع النهاردة من باراك اوباما رئيس امريكا اللي فات. باراك اوباما بيقول if you are walking down the right path and you're willing to keep walking eventually you will make progress. If you're walking down the right path and you're willing to keep walking eventually you will make progress. هو بصراحة الاقتباس يعني يكاد يكون بديهي، بيقولك لو انت ماشي في الطريق الصح وعندك النية او العزيمة انك تكمل فيه eventually في النهاية وفي نهاية المطاف هتحقق تقدم او هتوصل. باراك اوباما هو رئيس اسمر البشرة للولايات المتحدة الامريكية. لو قلت لمارتن لوثر كينج اللي هو المناضل اللي هو صاحب الخطاب الشهير I have a dream، قلت له مثلا ان بعد 50-60 سنة هيبقى رئيس الولايات المتحدة شخص اسود البشرة، يقول لك you have got to be kidding me، انت اكيد بتهزر. ولو سألت عيل صغير، اي عيل صغير يعني، انت نفسك تبقى ايه حمادة لما تكبر؟ نو واي ان هو يقول لك انا عايز ابقى رئيس جمهورية. فحتة ان انت تبقى رئيس جمهورية ديت الا طبعا لو انت في مملكة او حاجة زي ولي عهد او حاجة زي كده فده حتمي يعني. فباراك اوباما وصلوا بقى اول رئيس فعلا افريكان امريكان للولايات المتحدة. هو مشي في الطريق الصح وكمل فيه الطريق اللي يوصله يعني الحاجة زي ديت، و eventually بقى رئيس الولايات المتحدة لفترتين ورا بعض. فما فيش حاجة مستحيلة يعني، يعني الناس اللي كانوا مضطهدين قرون اللي فاتت دي كلها اللي هم الافريكان امريكانز او الناس اللي بشرتهم سودة في الولايات المتحدة كانوا مضطهدين جدا 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 يعني الابعد مما تتخيل، واعتقد لحد دلوقتي لسه في جزء من الاضطهاد ده. بس واحد
اسمر البشره ووصلوا بقى رئيس جمهوريه. فالخلاصه من الكوت بتاع النهارده، ما دمت انت ماشي في الطريق الصح دوس وكمل، وي ايفنتشولي يو ويل ميك ات. اوكي، دي كانت حلقه النهارده من انجلش تيك اواي، اتمنى انها تكون عجبتكم. وكالعاده ما تنساش تكتب لنا في كومنت جمله من تاليفك انت على الكلمه والجمله والجرامر رول بتوع النهارده، يعني اكتب لنا ثلاث جمل يعني. ولو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب وشير. السلام عليكم.